تقام اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر 2022 البطولات التالية: بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الأفريقية والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي والدوري السعودي والدوري المغربي والدوري التونسي والدوري الإماراتي. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. الآن مع تفاصيل المباريات. أولا مباريات دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام اليوم 6 مباريات بإياب دور الـ32 وهي كالتالي: المباراة الأولى مازيمبي الكونغولي ضد فيبرس الأوغندي، تقام في الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر والـ4 بتوقيت السعودية. المباراة الثانية الأهلي المصري ضد الاتحاد المنستيري التونسي، تقام في الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والـ7 بتوقيت السعودية والـ5 بتوقيت تونس، وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت. المباراة الثالثة الترجي الرياضي التونسي ضد بلاتو يونايتد النيجيري، تقام نفس التوقيت 6 مساء بتوقيت مصر والـ7 مساء بتوقيت السعودية والـ5 بتوقيت تونس. المباراة الرابعة الرجاء الرياضي المغربي ضد جمعية نيجليك من النيجر، تقام في الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والـ6 بتوقيت المغرب. المباراة الخامسة الأهلي طرابلس الليبي ضد المريخ السوداني، تقام في الساعة 7 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة السادسة شبيبة القبائل الجزائري ضد أسكو كارا من توجو، تقام في الساعة 8 مساء بتوقيت مصر والـ9 بتوقيت السعودية والـ7 مساء بتوقيت الجزائر. ثانيا مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام اليوم 7 مباريات بإياب دور الـ32 وهي كالتالي: المباراة الأولى شاشوما الجنوب أفريقي ضد الجاكو بلوس من مدغشقر، تقام في الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر والـ4 بتوقيت السعودية. المباراة الثانية زيسكو يونايتد الزامبي ضد اف سي رويالز الجنوب أفريقي، تقام بنفس التوقيت 3 بتوقيت مصر والـ4 بتوقيت السعودية. المباراة الثالثة النادي الصفاقسي التونسي ضد فاسيل كيتيما الأثيوبي، تقام في الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والـ4 بتوقيت تونس. المباراة الرابعة ساجرادا الأنغولي ضد سانت إيلوي من جمهورية الكونغو، تقام في الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر والـ6:30 بتوقيت السعودية. المباراة الخامسة بيراميدز المصري ضد هلال الساحل السوداني، تقام في الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والـ7 مساء بتوقيت السعودية. المباراة السادسة نهضة بركان المغربي ضد كوارا يونايتد النيجيري، تقام في الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والـ8 مساء بتوقيت المغرب. المباراة السابعة شبيبة الثورة الجزائري ضد غانغوا من ساحل العاد، تقام نفس التوقيت 9 مساء بتوقيت مصر والـ8 مساء بتوقيت الجزائر. ثالثا مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام اليوم 4 مباريات بالجولة 11 وهي كالتالي: المباراة الأولى ليستر سيتي ضد كريستال بالاس، تقام في الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت مصر والـ2:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت و اتش دي بريميوم. المباراة الثانية فولهام ضد بورنموث، تقام في الساعة 4 بتوقيت مصر والـ5 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت و اتش دي بريميوم. المباراة الثالثة ولفرهامبتون ضد نوتنغهام فورست، تقام بنفس التوقيت 4 بتوقيت مصر والـ5 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت و اتش دي بريميوم. المباراة الرابعة توتنهام هوتسبور ضد ايفرتون، تقام في الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر والـ7:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت و اتش دي بريميوم. رابعا مباريات الدوري الاسباني، حيث تقام اليوم 4 مباريات بالجولة 9 وهي كالتالي: المباراة الاولى جيرونا ضد قادش، تقام في الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت مصر والـ3 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 1. المباراة الثانية فالنسيا ضد إليتشي، تقام في الساعة 4:15 بتوقيت مصر والـ5:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 1. المباراة الثالثة ريال مايوركا ضد إشبيلية، تقام في الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر والـ7:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 1. المباراة الرابعة أتلتيك بلباو ضد أتلتيكو مدريد، تقام في الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والـ10 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت و اتش دي بريميوم بتعليق حسن العيدروس. خامسا مباريات الدوري الإيطالي، حيث تقام اليوم 3 مباريات بالجولة 10 وهي كالتالي: المباراة الأولى إمبولي ضد مونزا، تقام في الساعة 3 بتوقيت مصر والـ4 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1. المباراة الثانية
تورينو ضد يوفنتوس، تقام في 8 الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق أحمد الحامد. المباراة الثالثة أتلانتا ضد ساسولو، تقام في 8 الساعة التاسعة إلى ربع مساء بتوقيت مصر والعشرة إلى ربع بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1. سادسة مباريات الدوري الألماني، حيث تقام اليوم 5 مباريات بالجولة العاشرة وهي كالتالي: المباراة الأولى انترلاخت فرانكفورت ضد باير ليفركوزن، تقام في 8 الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مصر والرابعة والنصف بتوقيت السعودية. المباراة الثانية فولفسبورغ ضد بروسيا مونشنجلادباخ، تقام بنفس التوقيت الثالثة والنصف بتوقيت مصر والرابعة والنصف بتوقيت السعودية. المباراة الثالثة شتوتغارت ضد بوخوم، تقام بنفس التوقيت الثالثة والنصف بتوقيت مصر والرابعة والنصف بتوقيت السعودية. المباراة الرابعة فيردر بريمن ضد ماينز، تقام بنفس التوقيت الثالثة والنصف بتوقيت مصر والرابعة والنصف بتوقيت السعودية. المباراة الخامسة لايبزيج ضد هيرتا برلين، تقام في 8 الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر والسابعة والنصف بتوقيت السعودية. سابعا مباريات الدوري الفرنسي، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة الحادية عشرة وهي كالتالي: المباراة الأولى لوريان ضد ستاد ريمس، تقام في 8 الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية. المباراة الثانية لانس ضد مونبلييه، تقام في 8 الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعشرة بتوقيت السعودية. ثامنا مباريات الدوري السعودي، حيث تقام اليوم ثلاثة مباريات بالجولة الثامنة وهي كالتالي: المباراة الأولى الطائي ضد الهلال، تقام في 8 الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية. المباراة الثانية الشباب ضد الخليج، تقام في 8 الساعة التاسعة إلى ربع مساء بتوقيت السعودية. المباراة الثالثة الفتح ضد الرائد، تقام بنفس التوقيت التاسعة إلى ربع مساء بتوقيت السعودية. تاسعا مباريات الدوري المغربي، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة السادسة وهي كالتالي: المغرب التطواني ضد الدفاع الحسيني الجديدي، تقام في 8 الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية اتش دي. عاشرا مباريات الدوري التونسي، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة الثانية وهي كالتالي: اتحاد تطاوين ضد النادي البنزرتي، تقام في 8 الساعة الثالثة عصرا بتوقيت تونس. البطولة الحادية عشرة مباريات الدوري الإماراتي، حيث تقام اليوم ثلاثة مباريات بالجولة السادسة وهي كالتالي: المباراة الأولى شباب الأهلي دبي ضد الجزيرة، تقام في 8 الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات. المباراة الثانية اتحاد كلباء ضد دبا الفجيرة، تقام بنفس التوقيت الخامسة مساء بتوقيت الإمارات. المباراة الثالثة العين ضد الوحدة، تقام في 8 الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات. وفي النهاية، ما هي توقعاتكم لأهم مباريات اليوم؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.